ليه مسيكم بالخير، كيفكم صاحباتي؟ ان شاء الله بخير. والله من الظهر يعني كلنا منهارين، لان عارفين شفت اللي الجسم كذا يعني اجسامنا كذا ما قادره تشيلنا، نبكي شوي ونسكت شوي. الله يعوض شباب هالجنة، الله يعوض شباب هالجنة ويتسامى عنها يا رب. انا شخصيا ما كنت اشوف البنت مو مؤدبة او مو كويسة، بالعكس، بس فيها مشاكل. البنت مي مضبوطة الله يرحمها، فيها شيء. هل هي تركيبتها النفسية؟ انا ماني عارفة، بس اني لما احكي معاها عقلها كبير بسم الله عليها، يعني اكبر من سنها، تتحاور معاك في مواضيع كثيرة. مسكتها درستها ترم وبعدين كملوا صاحباتي اللي اخذوا الثالث مني، واخذت انا اولى وثاني. فلما كنت اسالها انت ليش دائما كذا، مثلا تصطدمين مع صاحباتك والمعلمات احسهم يشكون منك، انت يا وتين كويسه وبنت ناس، وتحسين البنت مو ناقصه شيء، مبين عليها اصلا، يعني مبين عليها بنت ناس وبنت خير يعني. فتقول ان كل ما يصير لي شيء لو بسيط، لو اصطدم مع واحده او شيء، تروح المرشده او الاداره يكلمون اهلي، تجي امها تهددها بابوها، ابوها يهددها. عجزنا نفهم ايش الموضوع. طلعت واحده من معلماتنا اللي ماسكه ما ادري ايش اسم الماده حقتها، المهم قالت ابوها وقور ولحيته ما شاء الله لوين وشكله سمح، البنت تكذب. بعدين تعبت علينا مره وجبنا لها الدفاع المدني مثل التشنج كذا. ايش الدفاع المدني؟ اي دفاع مدني؟ لا الهلال، معليش اعذروني ماني عارفه، ماني مجمعه يعني، مرتاحه بصراحه، مره مرتاحه. ففيها شيء البنت، قامت قالت لا انا ما فيني شيء، لا تعلمون اهلي لا تعلمون ابوي. المهم اليوم يقولون حاولت انها تنتحر في الفسحه، وردوها صاحباتها مسكوها. بعدين دقوا الإدارة على أهلها وجاء أبوها، طلعت عند الباب يوم شافتها ارتاعت. هي فعلا تخاف من أبوها، أنا شفتها في المناوبة تخاف لدرجة أن أطول مني، طولها حاجة كذا في ما تتخيلين، ثلاث متوسط طولها في الستينات، طويلة البنية وجميلة، جعل ذاك الوجه محرم على النار يا ربي تسامع عنها. فيها شيء تمسك الدينها مرتبكة، فيها حاجة. يقولون أنها رجعت قالت أبوها أنا نسيت كتابي بروح أجيبه وأجي، طلعت ورمت نفسها من الدور الثالث، ماتت في لحظتها سبحان الله. انا المناوبه كانت علي اليوم، واستاذنت منهم تاخذها واحده من صحباتي وطلعت للوزاره. سبحان الله، تقول ما طلعنا الا الساعه 2:45، البحث الجنائي والمدري مين. شوفي سبحان الله، ردني ربي اني اشوف الاشياء. الله يرحمها، الله يتجاوز عنها، الله يعفو عنها يا حبيبتي، يعوضها الجنه يا رب، الله يعوض شبابها الجنه. انا والله قصدي اني ارسل لكم انه انا ماني متزوجه وماني معيله، لكن بنات من خبره يعني مع المراهقات، والله يا بنات ما يبغون شيء كثير، والله انا عاشرتهم، والله يبغون بس الاحتواء. انا عارفه يقولون يا اسماء ان كلامك سهل، ما جربتي الزواج والبنات وذا، لكن انا جربتهم، ربي عوضني، ان دول بنياتي اشوفهم معي في المدرسه كيف بالحنيه والكلمه الزينه، يعني ما يعني سبحان الله، ليش يحطون حبهم ودائما يجون يشكون لي ويحضنوني، يقول بس نبغى بس احد يحضننا، احد يحتوينا، احد يسمعني. ممكن ان انا ما عندي بنيات واحتويهم واحبهم، لكن دائما اسال امك وين، تكون امها حنونه وطيبه بس مشغله في الدوام. طيب ابوك وين، حبيب ويعطي فلوس وما اعرف ايش بس مشغله في الدوام. مو شرط ان الاهالي يكونون سيئين مثلا. والله اني ارسلت لكم شيء قلبي يعورني، يا رب يا رب يحفظ لكم ذرياتكم، يا رب يحفظ لكم بنياتكم وعيالكم ويصلحهم. ارسلت لكم انكم بس انتبهوا لهم، شيء يعور يعني، ماني قادره وجهها يروح من قدامي. الله يرحمها حبيبتي، لما جلس معها في المناوبه والله انها راقيه وتسمع ومطيعه، وقوم يصلي يا ماما صلاه الظهر، قامت تعالي يا ماما من الشمس هنا، تيجي تجلس جنبي وتسولف. يعني سبحان الله، هم يبون احد بس يحترمهم، يبون احد يكلمهم اكبر من سنهم. اسولف معاها اقول طيب شلون برامج التوك توك، كاني من سنهم، يعلموني باسرار واشياء، هذا يدخل يقول وهذا ما يبون. تعاملين معامله ام، ولازم يكون في حدود، لازم تكونين صديقتك وانك تعطينها الامان وانك علميني انا عادي، لازم تدخلون وتشوفون البرامج هذه وتتعلمونها، تعلموا شلون البرامج هذه تشتغل، ايش يكتبون فيها، ايش يقولون، ادخلوا باسماء مستعاره وشوفوا ايش يسوى. يعني تخيلوا واحده من البنات تقول ان فيه جروبات موجوده في التيك توك وبرامج ثانيه تدار من برا السعوديه تساعد على الانتحار، وعند اصطدام الاولاد او البنات مع اهاليهم، اما يقولوا لهم اهربوا او يقولوا لهم انتحروا. تخيلوا يعني موجهه للبنات الخليج وعيال الخليج والسعوديه بالذات. والله طالبات ثالث متوسط يقولونه. والله يا بنات انا اسفه ازعجتكم وارسلت لكم الخبر هذا، انا ما احب انقل اخبار شينه والله، بس ما عندي يعني، حبيت اني اذكر. والله ما تدرون يعني ايش يصير، يعني البنات والعيال ايش يسيرون، اللي يسكرون عليهم بيبان غرفهم ايش يسوون، ما تدرون. الله يعينكم، الله يعينكم يا صحباتي على التربيه وعلى الذريه، الله يعينكم على التربيه، الله يهديهم غصبا عنهم. انا عارفه ان الله سبحانه وتعالى هو اللي يهدي، هو اللي ربي، لكن في اسباب برضو.